السلام عليكم. إيران أدخلت فصائلها المسلحة بحراك ومناورات كبيرة للغاية، وذلك من أجل الإعداد لزيادة الضغط والهجمات على العمق الإسرائيلي. الأمر أصبح واضحا مما نشر خلال 24 ساعة الماضية من قبل يدعوت أحرنوت العبرية، وبتصريحات حصرية قادمة من أفغيدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا، وكان وزيرا أيضا للدفاع من عام 2016 حتى عام 2018. في عام 2016 أرسل تقييما أمنيا من 11 صفحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذكر له بأن إسرائيل ستتعرض إلى هجوم كبير قادم من داخل قطاع غزة، هو الأمر الذي سيوجه ضربة كبيرة للعمق الإسرائيلي. لم يهتم أحد بهذا التقييم الأمني، جرى ما جرى بعد 8 سنوات، وشهدنا 7 أكتوبر، وبعد ذلك عادوا للأرشيف للتقييمات الأمنية ووجدوا ليبرمان من خلال هذه الصور الحصرية التي نشرتها يدعوت أحرنوت بأنه وضع تقييما حقيقيا، وكأنه وصف ما يجري في 7 أكتوبر بشكل دقيق. لذلك هذا الرجل تحصل على احترام كبير على مستوى التقييمات الأمنية، ولذلك هو تحصل على معلومات من كبار المسؤولين الإسرائيليين وذكرها بشكل حصري ليدعوت أحرنوت، وذكر بشكل واضح بأن إيران الآن تقوم بمناورات كبيرة وفريدة من نوعها، هي الأكبر على الإطلاق في الداخل السوري، وبأن فصائلها المسلحة تقوم بهذه المناورات بالقرب من الحدود العراقية وبإشراف مباشر من كبار القادة في الحرس الثوري الإيراني، وأن هذه المناورات تتم على أساس عدة تكتيكات، ويتم من خلالها التدريب أيضا والتدرب على الطائرات المسيرة. وقال بأن هذه المناورات ستتسع إلى العديد من المدن في سوريا وستستمر لعدة أيام، وبأن الفصائل العراقية أيضا ستشارك بهذه المناورات من الداخل العراقي، وذلك من خلال إرسال الدعم من الأسلحة من أجل توسيع هذه المناورات بشكل أكبر. كذلك ذكر بشكل واضح بأن نخبة القوات أو قوات النخبة في الجيش العربي السوري أيضا تقوم بعملية مناورات أيضا كبيرة تحت إشراف الروسي، ولا بد من الانتباه بأن سوريا تعرضت إلى الكثير من الضربات تحديدا الجيش العربي السوري من قبل إسرائيل، وبالتالي من الممكن لسوريا أيضا أن تلعب عاملا ضاغطا على العمق الإسرائيلي. وقال أيضا بأن حزب الله اللبناني يهاجم الشمال الإسرائيلي بشكل يومي على الأقل 40 صاروخا يوميا تستهدف من خلاله إسرائيل، وهو ذكر أن كل هذه الترتيبات والنشاط الكبير في هذه الساحات هو يهدف إلى إرهاق إسرائيل من جميع الاتجاهات. جماعة الحوثي من الجنوب تأتي هجمات من البحر المتوسط كما شهدنا في الضربة التي طالت تل أبيب، وكذلك الهجوم من لبنان، من سوريا، ما هو قادم من العراق، وهذا لهدف كبير بحسب ما تحدث عنه ليبرمان. إيران تريد أن تستفيد من هذا التطور، وذلك من خلال إبقاء إسرائيل مدافعة، الضغط عليها، إرهاقها، استنزافها، ومن ثم القفز للقنبلة النووية. ليس بالضرورة لمهاجمة إسرائيل بشكل مباشر أن تحصل على هذه القنبلة وتهاجم إسرائيل، لا أبدا، بل هي لتحقيق العديد من الأغراض. أولا الحفاظ على نظامها، وكذلك أيضا في نفس الوقت أن تتحول إلى دولة مسلحة نوويا، وهو الأمر الغير واضح حتى هذه اللحظة، وهي لا تمتلك قنبلة نووية حتى هذه اللحظة، ستتحصل على هذا الأمر. كذلك ستوفر على مظلة أو ستوفر مظلة نووية للفصائل المسلحة في العراق، وكذلك لفصائلها في سوريا، وكذلك أيضا لحزب الله اللبناني. بمعنى آخر، إذا ما فكرت إسرائيل في المستقبل كما هي تتحدث بشكل يومي في مهاجمة حزب الله اللبناني، فإن امتلاك إيران للقنبلة النووية سيعطي مظلة نووية لكل هذه الأطراف، وإسرائيل بدلا من أن تفكر مرة في الهجوم على حزب الله اللبناني ستضطر للتفكير مرتين بل 5 مرات قبل مهاجمة حزب الله، لأن إن هاجمت حزب الله المهم للغاية بالنسبة لإيران، فإن إيران ممكن أن تستخدم السلاح النووي مباشرة على إسرائيل، بالتالي السلاح النووي يحقق عامل الردع بالنسبة للجانب الإيراني، وهذا هو الذي يحذر منه ليبرمان. لذلك ليبرمان الآن يقول بأن هذه الساحات الآن أصبحت نشطة بشكل كبير، ولا بد من فعل شيء تجاه هذه المسألة ومواجهتها بسرعة، لأنها تهدف لتحقيق كل هذا الضغط وهذا الاستنزاف، وهو رفض تماما أي عملية اتفاق مع حزب الله اللبناني. أقصد هنا إيقاف
الأطراف لإطلاق النار وفسح المجال لحزب الله ليتنفس، لأنه وجد بأن حزب الله إذا ما تحصل على الوقت الكافي فهو سيتحصل على الأسلحة المطلوبة، القدرات الدقيقة أو الأسلحة الدقيقة الموجهة وغيرها، تهرب له برا وجوا إلى سوريا مباشرة إلى لبنان، وبعد ذلك سيستخدمها للضغط على إسرائيل. بالتالي هو وجد لا فائدة أبدا من إيقاف إطلاق النار مع حزب الله تحديدا، بينما حتى وإن كانوا هم منشغلين مع حركة حماس. وبالتالي هذه مسألة وجدها خطيرة، ووجد أنه يجب أن يكون هنالك شيء يحدث باتجاه هذه الأطراف، وإلا الأمور ستكون صعبة للغاية. واضح جدا بأنه دقيق للغاية في وصفه إذا ما نظرنا لما يحدث على الأرض تحديدا من هجمات حزب الله اللبناني. حزب الله على سبيل المثال اليوم قام بهذه الهجمات على الشمال الإسرائيلي، ونلاحظ كيف أن هنالك العديد من صافرات الإنذار بسبب عدة صواريخ قد انطلقت باتجاه إسرائيل، وتلاحظ هنا لقطات من طبيعة عمليات التصدي للقبة الحديدية لهذه الصواريخ، صواريخ غير دقيقة لا تضرب أي مواقع معينة أو عسكرية أو غيرها، هي عشوائية بشكل عام، ولكنها تشاغل إسرائيل، تبقي إسرائيل تحت النار. وكذلك أيضا لو لاحظنا تاريخ الهجمات لحزب الله اللبناني، لاحظ كيف أنها حزب الله اللبناني بدأ بإرهاق ومحاولة استنزاف ومشاغلة إسرائيل بشكل كبير. تلاحظ هنا على سبيل المثال الهجمات لحزب الله كانت بهذا الشكل في بداية الأمر مع 7 أكتوبر، كانت بهذه الحدود التي نراها، ليست بالعمق المطلوب على الحدود تقريبا. لاحظ كيف أنها توسعت هنا وبدأت تصل إلى حيفا، ولاحظ كيف توسعت بشكل أكبر باتجاه الجليل الأعلى، بدأوا يستهدفون نوعا ما مرتفعات الجولان، وكذلك بدأت تصبح أكثر كثافة باتجاه حيفا. ولاحظ هنا كيف تطورت الأمور خلال الأيام القليلة الماضية، أصبحت الضربات تغطي تماما بحيرة طبرية وتصل إلى أكثر من 50 كيلومترا، لا بل الأنباء اليوم بحسب معاريف العبرية وكما نقلتها عدد من الأوساط أيضا العربية والشرق أوسطية، تحدثت بأن حزب الله اللبناني وسع هجماته ووسع من نطاق رمايته إلى 5 كيلومتر فوق الكيلومترات التي نراها هنا، أي أنه بدأ بتوجيه الضربات باتجاه وسط إسرائيل، وهذا يعتبر تغيرا ليس بالعادي بالنسبة لحزب الله. حتى أن اليوم على سبيل المثال نشروا لقطات مثيرة للغاية باتجاه تأتي باتجاه قاعدة راما ديفيد التي ترونها هنا، وهي التي تأتي على عمق ما يقارب 84 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. جاءت طائرة الهدهد المسيرة الخاصة بهم مرة أخرى لتحلق فوق هذه القاعدة وتكشف القاعدة وتفاصيلها بالكامل، وهذه القاعدة لابد من الانتباه بأنها مهمة للغاية بالنسبة للجانب الإسرائيلي. هي تقدم أولا الدعم على مستوى الطيران الحربي والمروحيات وغيرها لحيفا، وكذلك هي توفر أيضا الدعم للشمال الإسرائيلي في مواجهة حزب الله اللبناني، وأيضا للتحليق في عمليات التجسس أيضا باتجاه حزب الله، جمع المعلومات باتجاه بيروت وغيرها من هذه المناطق المهمة. وكذلك أيضا في نفس الوقت هي تعطي الدعم الجوي لإسرائيل في مرتفعات الجولان، عمليات التجسس وغيرها أو حتى الجليل الأعلى هي تعتبر من النقاط الأساسية لعمليات التحليق. بالتالي هذا التصوير وهذا الاختراق بهذه الطريقة من قبل حزب الله اللبناني تعطي صورة بأن حزب الله وكأنه يريد القول بأنه سيستهدف هذه القاعدة والقواعد الموجودة الجوية في المنطقة، يشلها تماما بترسانته الصاروخية الهائلة للغاية، مما يفتح الباب لحزب الله أيضا وقوات الرضوان لتحقيق اختراقات في الداخل الإسرائيلي، مما سيعرقل تماما أي محاولة تقدم من قبل إسرائيل باتجاه العمق اللبناني. أي تقدم سيواجه بعملية تقدم أخرى مع الرشقات والغطاء الصاروخي الهائل. بالتالي مثل هذا التصوير هو خطير للغاية، والتصوير كان قد ظهر باتجاه هذه القاعدة. لاحظ القاعدة ليست بالصغيرة أبدا، هي قاعدة كبيرة جوية مهمة تأتي في العمق الإسرائيلي، والطائرة وطائرة الهدهد التي تعتبر بصمتها الحرارية الصغيرة للغاية كانت قد ظهرت وهي تمر فوق هذه النقطة تحديدا وتتجه باتجاه القاعدة. لاحظ هذا هو التصوير
الخاص بحزب الله ليوم أمس، أي أنها كانت يوم أمس تحلق فوق هذه القاعدة ونشروا هذه الصور المصورة باتجاه القاعدة حتى في النهار وكذلك في الليل أيضا، أي أنها حلقت لساعات طوال، ولاحظ أن هذه المنطقة كيف أنها حلقت منها ودخلت إلى القاعدة وصورت العديد من النقاط منها، وتلاحظ هنا باحة المقاتلات الحربية كما تلاحظون صورت بالكامل، كذلك المروحيات التي ترونها هنا، المقرات الخاصة بقياداتهم، كذلك المساكن للضباط الإسرائيليين، وحتى قامت بتصوير الرادارات وغيرها، كل شيء متعلق بهذه القاعدة صور بالكامل، والتحركات التي تجري داخل القاعدة دون أن تعرف إسرائيل أن هذه الطائرة المسيرة كانت تحلق فوق هذه القاعدة. والمثير أن إسرائيل أكدت فعلا أن هذه هي القاعدة وغيرها، لكن القاعدة لم تتأثر كما تحدثوا، لكن عملية الاختراق هي كانت حاضرة من قبل حزب الله اللبناني، الأمر غير عادي أبدا. ولذلك بنيامين نتنياهو الذي من المفترض الآن أن يكون أمام الكونغرس الأمريكي يتحدث أمام الجمهوريين والديمقراطيين عن طبيعة ما يريد القيام به، ذكرت الجيروزلم بوست بشكل واضح هنا بأن نتنياهو يخطط للحديث عن استراتيجية جديدة أمام الكونغرس الأمريكي، استراتيجية جديدة لمواجهة من؟ استراتيجية جديدة لمواجهة إيران بالتعاون بين إسرائيل طبعا والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك لمواجهة حركة حماس وحزب الله اللبناني، وأيضا في نفس الوقت جماعة الحوثي، لأن هذه الأطراف الثلاثة حققت تهديدا ليس بالعادي على إسرائيل وتهديد مباشر للغاية، مقارنة بالفصائل في سوريا أو الفصائل في العراق. الفصائل في سوريا مسيطر عليها من مرتفعات الجولان، الفصائل العراقية بعيدة وتعتمد بشكل أكبر على الصواريخ الكروز والطائرات المسيرة، جغرافيا الأمر صعب بالنسبة لهذه الفصائل، وتعتمد أيضا على عمليات الدعم اللوجستي وغيرها التي تأتي باتجاه الفصائل الأخرى الموجودة في المنطقة، لكن إن تم القضاء على حركة حماس وكذلك حزب الله اللبناني وأضعاف جماعة الحوثي، هذا سيغير الكثير من المسائل مع أبقاء إيران تحت النار وتحت الضغط. فالمسألة النووية التي تحدث عنها ليبرمان، أيضا نتنياهو يريد طرح هذه المسألة والحديث عنها بشكل مباشر لإعادة السيطرة على وضع منطقة الشرق الأوسط، لأن بعد 7 أكتوبر الظروف قد تغيرت بشكل كبير. الرجل سيتجه يوم غد لمقابلة دونالد ترامب وكذلك أيضا جو بايدن، ولكن ما هو مثير بهذه المسألة أثناء خطابه المرتقب في داخل الكونغرس الأمريكي، هنالك 27 من الديمقراطيين لن يكونوا متواجدين أو حاضرين بهذا الاجتماع أو هذا الخطاب، مقاطعين طبعا لبنيامين نتنياهو. كذلك أن كامالا هاريس المرشح الآن للحزب الديمقراطي قاطعت أيضا كلمة نتنياهو في الكونغرس الأمريكي، الكلمة التي تعتبر تاريخية بالنسبة ليس فقط لنتنياهو بس ولكن بالنسبة للولايات المتحدة والكونغرس الأمريكي خاصة، وأننا نمر بظروف كبيرة للغاية. وبالتالي تم تأكيد هذه المسألة من عدد من المصادر بأن كامالا هاريس فعلا قاطعت هذه الكلمة المرتقبة لبنيامين نتنياهو، وبالتالي هنالك ظروف ومعلومات جديدة الآن تتحدث عنها إسرائيل والمسؤولين الإسرائيليين، ويبدو أن إسرائيل لن تبقي هذا النشاط يستمر بهذا الشكل الكبير في هذه الساعات أو في هذه الساحات عفوا، وبالتالي قد تتصرف بشكل هائل في الفترة القادمة تجاه هذه الأطراف.